يا أبو يوسف، أنا اللي شفته في البحر شيء مو عادي، شيء شيء بالرأس. أقول لك بغيت أموت لولا رحمة رب العالمين. إذا كل واحد منا بيسكت وبيحط رأسه في الأرض ترى بتروح أرواح. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكشعنا البلاء إن شاء الله. الدعاء زين، بس الله سبحانه يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وهو امتحان من رب العالمين مثل ما قلت يا شيخ. كل أهل الفريج سلموا بيزاتهم حق هلال واسمي علشان ينقذهم من بدرياء، وبعدين وأنا أول واحد دفعت. كذبوا علينا وخدعونا، علش رايك أنا عارف البحارة اللي صادوا اليريور واللي شراه منهم هلال وصبغ راسه، وقالونا بالمبارك علينا صدناه.